ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي وسهله جدا ومش مكلفه خالص. وكتغيير في الاكل، يعني لو زهقتي من الاكل او زهقتي من الفطار، لو زهقتي من الغداء او زهقتي من الفطار، انت ممكن تعمليها النهارده. المكونات بتاعتنا عباره عن دي علبه فول، انت بتجيبي الكميه اللي انت عايزاها، ودول حوالي 3 فصوص ثوم انا مقطعهم صغير خالص، ودول 4 طماطمات متقطعين باي شكل انت عايزاه. وهتجيبي عندك طاسه وهتحطيها بالشكل ده كده على النار، وهتحطي فيها شوية زيت كويسين، وهتنزلي بالثوم بتاعك زي ما انت شايفة كده. انا حطيت الثوم بتاعي، وطبعا زي ما احنا متعودين مع بعض، الناس اللي هي بتخاف ان الثوم يتحرق، اول ما تشم ريحة الثوم بتاعتك طلعت، فبتروحي حاطة في الحاجة انت هتحطيها، تروحي نزلي عليه الطماطم بتاعتك على طول. زي ما انت شايفين كده الثوم بتاعي اهو بدأ ان هو يتفاعل مع الزيت، فاول بس ما تطلع له ريحة، انا مش عايزة احمره، يعني انا عايزه بس ان هو الريحه بتاعته تطلع، وان هو ما يحمرش مني ولا ان هو يبقى ني. اول ما الريحه بتاعته بتشميها بتروحي نازله بالحاجه بتاعتك على طول عشان ما يتحرقش منك. طبعا انت ممكن تحطي فلفل، تقطعي فلفل كمان وتحطيه لو انت بتحبي الاكل حراق، او تحطي شطه. انا مش بحب احرق الاكل هنا عشان في اطفال هياكلوا او كده، فمش بحط ولا فلفل ولا شطه. زي ما شايفين كده لون التوم بتاعي اتغير وريحته طلعت، فانا هنزل بالطماطم بتاعتي عليه. انت عايزه تسبكي الطماطم اللي هي طبعا مش هتبقى كده اللي هي محبحبه كده، لا هتسيبيها تتسبك خالص وتنزل ميه، وهتحطي بقى البهارات بتاعتك اللي هي الملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون، وهتسيبيها مع بعض تتسبك شويه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده نضيف البهارات اهي وهسيبهم. طبعا الاكله دي حلوه جدا 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 وهتعجبك قوي قوي، والاطفال هيحبوها جدا يعني. وكتغيير في الاكل يعني، وممكن سندوتشات، ممكن في للعشاء، ممكن للفطار، ممكن للغدا، يعني تنفع في اي توقيت. زي ما انتوا شايفين كده ده شكل الطماطم بتاعتي بعد ما نزلت ميه، مش عايزه اقولكوا على ريحتها يعني، ده هي بس لسه بتدوم دلوقتي بعد ما نزلت ميتها كده. هنزل عليها بالفول بتاعي، وزي ما انتم شايفين كان حطيت الفول بتاعي اهو على الطماطم. انا ههرسه خالص، ما بحبش الفول يبقى محبحب كده، انا ههرسه خالص مع الطماطم. وزي ما انتم شايفين كده انا هرست الفول كويس قوي مع الطماطم، وهسيبه بقى دلوقتي على نار هاديه خالص ان هو يتشرب بقى كل الميه اللي فيه دي وميه الطماطم كله، وهوريكم شكله بعد ما يخلص. زي ما انتم شايفين كده هو دلوقتي بقى جاهز معايا اهو، بصوا شرب الميه بتاعته كلها، هطفي عليه خالص وهبدا بقى اني اغرفه على طول. وزي ما انتم شايفين كده ده شكله النهائي، بجد ريحته روعه، حلوه جدا جدا جدا، وحلو طعمه جدا جدا. زي ما انتم شايفين حتى جنبه تحريشات كده، يعني حاجات خفيفه. ده زي ما انتم شايفين مخلل، وده فلفل مخلل، وده الفلفل وطماطم اللي عملناه مع بعض قبل كده. يا ريت لو عجبتكم الوصفه تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد.